في عندنا بالنسبة لملف الزراعة، البرلمان بتبحث عدد من طلبات الإحاطة بشأن رفع سعر توريد قصب السكر. بتناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم عدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر نظرا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وآخر حول عدم حصول مصنع سكر نجع حمادي ودشنة على بدل نقل النولون أسوة بباقي المصانع. ومن طلبات الإحاطة التي تناقشها اللجنة خلال اجتماعها اليوم طلب بشأن تضرر الجمعيات الزراعية بنصر النوبة أسوان من ارتفاع احتساب نسبة الشوائب بمحصول قصب السكر، ده مما يحمل المزارع خسائر مالية بدعوى ارتفاع نسبة الشوائب، فضلا عن تضررهم من توقف نشاط شركة الميكنة الزراعية. وفي طلب بشأن المطالبة بزيادة سعر النولون لمحصول القصب تماشيا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. بتستكمل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من الحكومة وعدد من النواب بمجلس النواب. ملف قصب السكر من الملفات المهمة، لما يكون عندك زراعة مرتبطة بصناعة وناجحة يبقى لازم نهتم بيها ونسمع لكل كلمة بيقولها الفلاح، نشوف الناس دي بتقول ايه.